الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الحمد لله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه الحمد لله المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمدٍ الهادي خير من حضر النوادي وأبر من ركب الخوادي وفاق الليوث العوادي قرن الله ذكره بذكره على لسان كل ذاكر وشرفت برسالته المنائر والمنابر بعث ومعلم طريق الإيمان قد عفا ونوره خبا فأنار ما خبا وشيد منه ما عفا وشفى بكلمة التوحيد من كان على شفا فاللهم صل على النبي وآله ما غردت في الأيك ساجعة الربا اللهم صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد يثربا صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصر في الصبا يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب أو تحلل محرم وعلى قرابته المقرر فضلهم وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا ضاءوا حموا زانوا هدوا فهم على الست الجهات الأنجم وعلى التابعين لهم بإحسان فهم نقلوا لما حفظوه منهم عنهم ثم أما بعد فحي الله هذه الوجوه والضاحة الأسارير نفاحة الطيب كأفواه القوارير تغنيك طلعتها عن نبض منطقها والوجه يروي فصيح القول أحيانا أحبتي في الله يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، بل إن شئت فقل هي سيدة آي القرآن الكريم. والدليل ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوماً: يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ يقول أبي: فقلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يقول: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئاً لك العلم يا أبا المنذر. وكما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: جعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم على زكاة رمضان. أبو هريرة جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارساً على زكاة الفطر. يقول: وفي ليلة من الليالي أتاني آت يحث من الطعام، رجل أتى يسرق من زكاة الفطر ومن الطعام ومن زكاة رمضان. يقول أبو هريرة: فأمسكت به وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكى له فقرا وشكى له حاجة شديدة وعيالا، وقال: وأعدك أني لن أعود مرة ثانية. يقول أبو هريرة: فرحمته فخليت سبيله. يقول: فلما أصبح سألني النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ماذا صنع أسيرك البارحة؟ الله أكبر، كيف علم النبي؟ هل تعجب أبو هريرة؟ والله ما تعجب، لأنه يعلم أنه رسول الله حقا. ماذا صنع أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، ووعدني أنه لن يعود مرة أخرى، فرحمته وخليت سبيله. فقال له النبي: يا أبا هريرة، لقد كذبك وسيعود. يقول أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا في الليلة الثانية أتى نفس الرجل يحث من الطعام ويسرق من طعام الصدقة، فأمسك به أبو هريرة: لأرفعنك إلى رسول الله. فشكى له حاجة شديدة وعيالا، فرحمه أبو هريرة فخلى سبيله كذلك في الليلة الثانية. فلما أصبح قال له النبي: يا أبا هريرة، ماذا صنع أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فخليت سبيله. فقال له النبي: أما إنه قد كذبك وسيعود. وبالفعل في الليلة الثالثة أتى نفس الرجل يسرق من طعام الصدقة، فقال أبو هريرة: هذه المرة لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فقال أبو هريرة: وما هن؟ فقال له الرجل: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. الله أكبر. يقول أبو هريرة: فخليت سبيله. فلما أصبح سألني النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ماذا صنع أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. قال: ماذا قال لك يا أبا هريرة؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال:
فإنك لا تقرأها في ليلة إلا ولا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد صدقك وهو كذوب، لقد قال لك قولا حقا وقولا صدقا مع أنه في الأصل كذوب كثير الكذب. أتدري يا أبا هريرة من تخاطب منذ ثلاث؟ فقال: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يا أبا هريرة. الله أكبر. الشيطان هو الذي علم أبا هريرة أن آية الكرسي من قرأها في ليلة فإنه لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربنه شيطان حتى يصبح. خذ هذه الهدية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. الله أكبر. الذي يقرأ آية الكرسي بعد كل فرض، بعد كل صلاة مكتوبة، لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت فقط، مجرد أن يموت ويدخل الجنة بفضل الله عز وجل. وقد آثرت وفضلت أن يكون عنوان هذه الخطبة في آية الكرسي، لأنها جمعت أصول الدين وأمور الدين كله. فصدر الله الآية بقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وإلا فهذه الحقيقة هي الحقيقة التي يشهد بها الكون كله، من عرشه إلى فرشه، ومن سمائه إلى أرضه، ألا وهي توحيد الله عز وجل. ولنعلم أن أول من شهد لله بأنه الله هو الله، قال الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فوالله ما شرع الله الشرائع إلا لتوحيد الله عز وجل، وإلا لذكر الله عز وجل، وما بنيت المساجد إلا لإقامة ذكر الله عز وجل. قال الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال في الآية الأخرى: في بيوت أذن الله أن ترفع وماذا؟ ويذكر فيها اسمه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فذكر الله هو الغاية من بناء المساجد، وعمارة المساجد تكون على وجهين. الوجه الأول هو العمارة المادية بالتشييد والبناء والرفع، كما فعل صاحب هذا المسجد جزاه الله خيرا، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، أي كعش عصفور، بنى الله له بيتا في الجنة. الله أكبر. والعمارة الثانية هي العمارة بذكر الله عز وجل، بإقامة الصلاة في بيوت الله عز وجل، بقراءة القرآن في بيوت الله عز وجل. فوالله ما بنيت المساجد إلا لذكر الله عز وجل، ووالله ما أرسل الله الرسل وما خلق الله الخلق إلا من أجل لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله من أجلها قامت السماوات والأرض، لا إله إلا الله من أجلها خلق الله الخلق، لا إله إلا الله
من أجلها أرسل الله الرسل، وحسبنا وصية نوح عليه السلام لولده حين قال نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة، قال لابنه: يا بني إني موصيك وقاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فلو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مسمتة لقصمتهن لا إله إلا الله. وأوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن اثنتين، أنهاك عن الشرك والكبر، فلا إله إلا الله هي التي من أجلها قامت السماوات والأرض. وحسبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فيعرض له 99 سجلا، كل سجل مد البصر. سجل 99 سجل، كل سجل مد البصر، قد ملئت بالسيئات وملئت بالذنوب. فيقال له: انظر في صحيفتك، فينظر ويتألم ويتحسر ويحزن. فيقال له: ألك حسنة لم تكتب؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: أظلمك كتبتي؟ فيقال: لا يا رب. فيقال له: أهناك ذنب لم تفعل؟ فيقول: لا يا رب. فيوقن بالهلاك. فعندما يوقن بالهلاك يؤتى بالسجلات فتوضع في كفة، ويؤتى ببطاقة صغيرة وتوضع في الكفة الأخرى، فيقول: وما تصنع هذه البطاقة بالسجلات؟ فتوضع البطاقة فتطيش البطاقة بالسجلات، فإذا مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الإمام أحمد استدل على وحدانية الله عز وجل وعلى وجود الله عز وجل ببيضة أمسكها، أمسك بيضة وقال: هذا حصن حصين أملس، ليس له باب وليس له منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، وفي كل خلق له آية تدل على أنه الواحد. الأعرابي لما سألوه: كيف تعرفت على وجود الله؟ فقال: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير. الله أكبر. فهذا كله من دلائل وحدانية الله عز وجل. يقول الله: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعدلون أي يميلون عن الحق، يميلون عن التوحيد إلى الشرك، وإلا فالله عز وجل إله واحد لا يشاركه في ألوهيته أحد ولا يشاركه في ربوبيته أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم وصف نفسه بأنه الحي، وحياة الله عز وجل
حياة أبدية سرمدية أزلية. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنها لم يسبقها عدم ولن يعقبها فناء، فالله عز وجل أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. الله لا إله إلا هو الحي، كما قال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور سينسى، وكل مذخور سيفنى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والقيوم هو الذي لا يفتقر إلى غيره، بل يفتقر غيره إليه، ولا يحتاج إلى غيره، بل يحتاج غيره إليه. ولذلك قال عز من قائل في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لماذا؟ لأنه القيوم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لماذا؟ لأنه القيوم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد وسأل كل واحد مسألته وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أخرج من البحر. الله أكبر. لا ينقص ذلك ولا ينقص من ملك الله شيئا إلا كما تنقص الإبرة إذا وضعت في البحر وخرجت، هل تأخذ من ماء البحر شيئا؟ كلا والله. لماذا؟ لأنه القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وذلك مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام، إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ذلكم الله، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، فالملك كله ملك الله، والكون كله كون الله، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلن يشفع أحد عند الله إلا بإذن الله، في الشافع وفي المشفوع. قال الله: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. تدبر هذا المعنى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم،
فالله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا وهو تحت سمع الله وبصر الله عز وجل. أخذ رجل يوماً جاريةً إلى صحراء واسعةٍ شاسعة يريد أن يفعل بها الفاحشة والعياذ بالله، فقال لها: لقد نام الناس ونامت العيون وخرجنا إلى الفضاء الواسع ولا يرانا أحدٌ إلا الكواكب. فردت: فأين مكوكبها؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ثم ينبئهم، وهذه هي الطامة الكبرى، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. كل ما عملت من صغير أو كبير، من حقير أو قطمير، يعلمه الله عز وجل وستنبأ به يوم القيامة. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. تذكر، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشاً قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ، اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد مضى للنار عطشانا. المشركون غدا بالنار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموحدين، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فلا يطلع أحد على علم الله إلا بمراد الله، يعطيه بالقدر الذي شاء كيف شاء في الوقت الذي شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي هو غير العرش. يظن بعض الناس أن الكرسي هو العرش، الكرسي هو موضع قدمي الرب تبارك وتعالى. ولنعلم أن هذه الأرض بأسرها في ملك الله لا تساوي شيئا، فكل هذه الأرض في هذا الكون الفسيح لا تساوي شيئا، وكل هذا الكون بالنسبة للكرسي لا يساوي شيئا. كل هذا الكون الفسيح الرهيب العظيم بالنسبة لكرسي الله عز وجل كحلقة في فلاة، كحلقة مرمية في صحراء واسعة شاسعة. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، كحلقة مرمية في صحراء واسعة شاسعة. هذا هو العرش، فما بالك بمن استوى على العرش؟ قال الله: الرحمن على العرش استوى. يتعجب بعض الناس لماذا قال الله الرحمن على العرش استوى، ولم يقل مثلا الملك على العرش استوى، أو القهار على العرش استوى، أو الجبار على العرش استوى. قالوا: لأن الله قال: ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمة الله واسعة، فناسب اتساع الرحمة اتساع وعظم عرش الله عز وجل. استوى على عرشه
استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، استواءً منزهًا عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بلطف قدرته، مقهور بجلال قبضته. الله أكبر. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي ولا يعجزه حفظهما ولا يصعب عليه حفظهما، فهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي. والعلو ثلاثة أنواع: علو الفوقية فالله عال في السماء، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده، وعلو العظمة عظمة المكانة والمنزلة، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولذلك ختم الله الآية بقوله: وهو العلي العظيم. فكل ذلك من مدلولات عظمة الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، أحبتي في الله، فلن أرحب بكم مجدداً في هذا البيت الكريم الطاهر من بيوت الله عز وجل، لأن الذي يتولى الترحيب بالضيوف هو صاحب الضيافة، وهو الله عز وجل. فهذا بيت من بيوت الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الذي أختم به، يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل ملائكة سياحة، أي يسيحون في الأرض، يطوفون في الأرض، يلتمسون مجالس الذكر، يبحثون عن مجالس الذكر، كمجلسنا الذي نحن فيه نسأل الله أن يتقبلنا، يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم على بعض: هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى طلبكم. يقول صلى الله عليه وسلم: فيجتمعون ويلتفون حول المجلس، ويركب بعضهم فوق بعض حتى يصلون إلى السماء الدنيا. الملائكة تحف المجلس وتركب فوق بعضها البعض إلى أن تصل إلى السماء الدنيا. فيسألهم ربهم وهو أعلم: ماذا يصنع عبادي؟ فيقولون: يا رب، يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويكبرونك. فيقول الله: وهل رأوني؟ فتقول الملائكة: لا وعزتك. فيقول الله: فكيف لو رأوني؟ فتقول الملائكة: لكانوا أشد لك تسبيحا وتمجيدا وتكبيرا. فيقول الله: فماذا يسألون؟ فتقول الملائكة: يا رب، يسألونك الجنة. فيقول الله: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا وعزتك. فيقول الله: فكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: لكانوا أشد لها طلبا وأكثر عليها حرصا. فيقول الله: فمما يستعيذون؟ فتقول الملائكة: يا رب، يستعيذون من عذابك ومن النار. فيقول الله: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا وعزتك. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: لكانوا أشد منها هربا واستعاذة
فيقول الله أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما يسألون وأجرتهم مما يستجيرون. فتقول بعض الملائكة يا رب إن فيهم فلان ليس منهم إنما مر بهم فجلس، وفي رواية إنما جاء لحاجة جاء لمصلحة. فيقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله أكبر، ذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وبقدر تعرفك على عظمة الله عز وجل وبقدر تعظيمك للآمر بقدر ما يجب أن يكون تعظيمك للأوامر، ولا سيما ونحن في شهر فاضل ومقبلون على شهر هو أعظم شهر في العام، فلنشحذ الهمم ولنبادر إلى الله عز وجل ولنسارع في الخيرات. فما بني هذا المسجد إلا لإقامة ذكر الله عز وجل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتلاوة كتاب الله عز وجل. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجزي القائمين على هذا البيت خير الجزاء، وألا يحرمهم الأجر والمثوبة، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، ولعلمائنا ولمن له حق علينا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وإسلامنا بخير فوفقه اللهم إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد بلادنا وإسلامنا بشر فاجعل اللهم كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماماً. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا، وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، ثم أمركم به عباد الله فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعتذر إن كنت قد أطلت، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا وارحمكم الله. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر قولوا جميعا ورأينا. استغفر الله العظيم التواب الرحيم. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله أبدا ولا نعود إلى ذنب أبدا، وبرئنا من كل دين وقول يخالف دين الله عز وجل ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجعل الله هذا الجمع العظيم المبارك في ميزان حسناتنا، وشكر الله لمن أقام هذا المكان الطيب المبارك وساهم في إنشائه ولو بكلمة طيبة، أن يجعله الله في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يبني الله لنا جميعا بيتا في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.